الناقد الكبير والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ طارق الشناوي منورنا النهارده في وشي اهم ثلاث مهرجانات مصريه موجودين، مهرجان القاهره والجونه والموسيقى العربيه. الموسيقى العربيه ثلاثه، انا رايي ان دي من أسوأ القرارات لانها بتنفي عن الفن والثقافه دورهم الاجتماعي والسياسي والوطني. وبعدين ما احنا في مهرجانات بتتعمل دلوقتي في الشرق، مهرجان الشرق مظبوط، وعنابه في الجزائر. يعني عايز اقول انه مين اللي قال انه المهرجانات ضد الوطنيه؟ بالعكس، او المهرجانات تعطلك او تمنعك انك انت تعلن رايك الوطني. ده انا رايي ان المناخ هيساعد على ده. خصوصا كمان انا عايز اقول يمكن الفن المصري بيتحارب مؤخرا، شفنا انغام في خلاف بينها وبين افخاي، يعني برضو القوى الناعمه بتتحارب زي انغام مثلا. بس كمان بالفن، بالمهرجان، بالفيلم، بالغنوة انت تقدر. انا مش بقول ان احنا، يعني عايز اقول مش بس ان انت تقول بيان على صفحتك، لا، انك تقدم غنوة، انك تعمل مهرجان ومن خلاله تعلن تأييدك. لكن انا رأيي، انا بسميه التعاطف الصامت او الابكم، يعني بتتعاطف معايا بس انت صوتك مش مفيش صوت، تعاطف كسيح. لا، التعاطف لازم يكون ايجابي بالصوت. شفت رساله التهديد بتاع اللي بعتت للنجمه الكبيره انغام على الواتساب بعد خلافها مع افخاي تول عن ده؟ لا، هي انغام زي اي مواطن، هي قالت انا مصريه زي اي مواطن مصري، عبر عن رايه بقوه. وانا متصور ان انغام عندها كمان ما تعبر عنه بالاغنيه، مش بس بكلمه على البوست، بالاغنيه. شايف ان الافلام المصريه والعربيه طرحها دلوقتي تجاريا في مصلحتها ولا ضدها؟ وتوجه نصيحه للمنتجين دلوقتي، هل يطرحوا افلامهم اللي خلصت اصلا؟ لا، بتنزل. انا شايف كل يوم بقرا ان في فيلم جديد نازل، وفي افلام بتتعرض. يعني عايز اقول في افلام بتتصور الايام دي، وافلام كويس. يعني في انتعاشه للسوق السينمائي حاليا. الاحداث بتاع غزه مش هتاثر على السينمات والدراما المصريه؟ كان في مسلسلات كتير اتطرحت في مصر والوطن العربي، صوت وصوره. ممكن في الاول بيحصل ده، لكن بعد كده الناس بتمارس الحياه بشكل طبيعي.